ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده انا كنت بفكر في موضوع ليه علاقه ب صعوبه اتخاذ قرار لما تكون عند مفترق طرق. يعني مثلا انت دلوقتي واحد عندك طريق واحد ثابت مهما كان الطريق ده صعب. انا في اولى ثانوي، رايح تانية ثانوي، رايح تالتة ثانوي، واضحة محتاج اعمل ايه. محتاج انجح في اولى ثانوي، تانية ثانوي محتاج انجح في تانية ثانوي، وهكذا. انا متجوز، انا خاطب وداخل على الجواز، فمحتاج اجهز الشقة، محتاج سيراميك، محتاج دهان، محتاج اشتري بدلة، محتاج سباكة، محتاج نجارة، محتاج تظبيط الشقة in general، محتاج اتفق على شوية حاجات. طريق سهل او صعب مش هتفرق، بس مهما كان صعب مش هيبقى في صعوبته زي ما توصل للنقطة اللي فيها انت محتاج تاخد قرار. عندك اختيارين عند مفترق طرق، مهما كان الطريق صعب وانت لوحدك مش دي المشكلة، يبقى الطريق صعب لما تكون عند مفترق طرق، فساعتها اعمل ايه بقى؟ فعندي شوية نقط كده حاسس ان هي ممكن تبقى يعني حل للناس اللي على مفترق طرق دي، لان ده اصعب حاجة محتاج تاخد قرار. اول حاجة انت محتاج في كذا طريقة. اول حاجة انت ممكن ورقة وقلم وتكتب ايه مميزات وعيوب كل واحد، وتدي لكل حاجة من الحاجات صح او غلط، ده مميزاته ايه ومميزاته 1 2 3، طب ده عيوبه ايه، ده عيوبه 1 2 3، طب ده مميزاته ايه، ده مميزاته كذا، ده عيوبه ايه، ده عيوبه كذا، وتقارن وتشتري حاجة قصاد حاجة. انا هعمل كذا وهضيع كذا بس انا ايه راضي كده. فتكتب المميزات والعيوب، وان رأيي المميزات والعيوب دي تبدأ تديها درجة، يعني ده كام من 5، الميزة دي وزنها قد ايه، 5، طب دي 4، طب دي 3، واللي عاجبك وتبدأ تحط كل ميزة تحت كل بند من البنود او تحت كل طريق من الطرق، وبعدين يبقى خلاص هنجمع النقط دي ونشوف اللي هياخد اكبر عدد من النقط هيبقى هو ده اللي تمام واوكي وهنمشي معاه. دي الطريقة الاولى. طيب الطريقة التانية، الطريقة التانية او المكملة ليها، انت ما تحطش النقط دي لوحدك، وحاول يعني يبقى معاك حد او تتكلم مع اكتر من حد، لان ده هيساعدك في انك تاخد الخطوة الصح، لان ممكن تبقى فيه مميزات انت مش شايفها، ممكن يبقى فيه عيب انت مش شايفها، فلازم تبقى موجود معاك وعامل حسابه وحطه في الاعتبار. النقطة اللي بعد كده اللي تندرج منها انك تتكلم مع ناس كتير. يعني لما تتكلم مع ناس قريبة منك، مع واحد صاحبك، مع حد مر بالتجربة دي، سيرش عليها، اقرأ، شوف، يعني ما تبقاش لوحدك عشان تعرف تاخد القرار الصح. انت مش مصدر المعلومة الوحيد الصح، طبعا انت اللي هتقرر في الاخر القرار، ما تخليش حد يقرر لك، بس اسمع واتكلم كتير، اتكلم مع ناس كتير، خد رأي ناس كتير عشان لما تيجي تاخد قرار يبقى هو ده القرار الصح اللي انت شايف ان هو مناسب واللي انت شايف ان هو هيفيدك في الحاجة اللي انت بتعملها. دي برضو نقطة مهمة جدا لما تبقى عنده مفترق طرق. صلي استخارة، شوف ايه اللي بالنسبة لك يعني، صلي استخارة برضو، تخيل نفسك مرة في الطريق ده وشوف نفسك ايه، تخيل نفسك في طريق تاني وشوف نفسك هتبقى الدنيا معاك عاملة ازاي عشان تقدر تقرر. ما تستعجلش في اتخاذ القرار، دي برضو نقطة مهمة جدا. استعجالك في اتخاذ القرار ده ممكن يضرك ما يفيدك. فنصيحتي التانية ان انت ما تستعجلش في اتخاذ القرار، يعني زي ما انت كده هتتكلم مع ناس كتير وهتشوف الموضوع ده من وجهة نظر مختلفة، ما تستعجلش في اتخاذ القرار، حاول تاخده عند اخر لحظة، ما ينفعش بعدها تتأخر عشان ممكن يحصل جديد، ممكن تكتشف حاجة، فما تبقاش يعني عايز تاخد القرار وخلاص وتاخده في استعجال. فلو حاجة عشان اخر ميعاد لتسليم معرفش ايه يوم كذا، فانت خليك للاخر، استنى عشان ممكن يحصل حاجة جديدة وتفرق معاك في اتخاذ القرار بتاعك، فانت اخره على قد ما تقدر.
تكون برضو عند مفترق طرق محتاج تبقى واثق انت خدت القرار ده ليه، يعني ما ينفعش تقرر كده وخلاص، واثق عشان لو حصل لا قدر الله حاجه او قابلك في الطريق اللي انت اخترته ده عقبات، تبقى انت واثق من القرار اللي انت خدته، واثق من الـ من الـ من الانبوتس، واثق من الـ من النقط اللي انت حطيتها اللي بناء عليها قررت. فلو الزمن رجع مش هندم، مش هندم ليه؟ لان عملت اللي عليا، كلمت مع ناس كتير وفكرت وقررت وقلت ايوه هو ده الطريق الصح وهي دي الحاجه الصح وهو دي الحاجه وهي دي الحاجه اللي هتناسبني وهتمشي معايا وهت كذا، وتوكل على الله وخد القرار. وان شاء الله باذن الله الامور تبقى ماشيه كويس. ان شاء الله ممكن نتكلم عن الموضوع ده تاني في مرحله جايه، بس انا حبيت يعني ان انا اشير معاكم يعني الحاجه اللي انا بفكر فيها دي، لاني برضو مريت بمرحله اتخاذ قرار قدامي اكتر من طريق واخترت واحد وان شاء الله يكون خير لي يعني. لو عندكم اي نقط جديده او زياده حابين تضيفوها اعملوا كده، عبد النبي، وان شاء الله يكون خير ويكتب لكل واحد الخير. شكرا.